السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غنتكلموا على الطريقه ديال التزاوج ديال طيور الكناري والطريقه الصحيحه اللي كيفرخوا بها، وكذلك غادي نتعرفوا على شنو هي الاغذيه اللي كنعطيو الفراخ ديال الكناري بعد التفقيس. وخليكم معايا، مرحبا بكم، نوريكم خطوه بخطوه. وكذلك اللي ما عندوش الامكانيات باش يزوج الكناري في سيباري، كيفاش يستعمل الطريقه الصحيحه والطريقه اللي سهله اللي ما غير مكلفه. كاينين بعض الناس اللي عندهم طيور ولكن ما عندهمش امكانيات باش ياخذوا سيباري وياخذوا الاقفاص، غاليه عليهم خصوصا المبتدئين والاطفال كيبغاو يتولعوا ولكن ما عندهمش الامكانيات. غادي نعطيكم ان شاء الله هاد الطريقه زوينه، ومرحبا بكم، خليكم معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله غنشرح لكم الطريقه ديال تفريخ طيور الكناري، كيفاش كنفرخهم في قفص عادي، ما كنفرخهمش في سيباري. كيف ما كتشوفوا كيكون انا كنجيب شنابر دائما في اي حاجه، ما كندخلش الكبار، كنخافهم يكونوا شارفين يكونوا سمان، من الاحسن كنجيبهم صغيورين كيوجدوا على يدي. المهم كنجيب ذكر وانثى، كنحط الذكر في واحد القفص صغير، كنبعدوا على الانثى، والانثى كنحطها في هذا القفص عادي، وكنخليهم كيبقاو عندي شهر شهرين. من كيوصل موسم التزاوج الذكر كيولي غني، يعني لو ولا كيغرد يعني راه جاهز. الانثى كذلك كنحط لها العش لتحت، مواد التعشيش لتحت ولا فوق القفص، احسن يكون فوق القفص باش ما يعمرش بالبزق والبراز ديالهم، وتحطوا ليها العش. كتبدا هي كتدخل في داك القنب وكتبدا تصاوب العش. من اللي كتبدا تصاوب العش يعني راه جاهزه وباغا تبيض. الذكر فاش كيولي كيغني بزاف وكيغرد بزاف وكيجي للجهه ديال القفص من جهه الانثى، فين كيسمع التبتبيت ديال الانثى كيجي كتلقاه لاصق في داك الجهه، يعني الذكر كيكون هايج وباغي الانثى. فاش كيبغي الانثى وكيبغي يتزاوج مع الانثى كنخليه يهيج واحد السيمانه اكثر، حتى كيولي تسمع الذكر كينقز من بلاصه لبلاصه في القفص وكيسمع واحد الصوت. المهم هذا هو القنب اللي قلت لكم، انا كنفضل انه يكون قنب غليظ لان هذاك اللي كنشريه رقيق بعض المرات كيتلوى على الرجلين ديال الطائر وكيزيرو ولا كيجرح ليهم الرجل ديالهم كيذبحهم. بعض المرات كيتلوى وكيلصق، كتبغي الانثى تنوض وما كتقدرش، كيحبسها كتبقى تموت بالجوع الا ما ديتيهاش فيهم راه كتموت. المهم كنحط الانثى كنحطها في القفص ديالها، ملي كتجمع العش كنجيب ليها الذكر. فاش كيتزاوج معاها كتبيض، تجلس على البيضات ديالها مدة 15-18 ما عرفتش بالضبط. المهم فاش كتجلس وكتخرج الوليدات، هذا هو الماكلة اللي كنعطيهم، كنقدم ليهم الباطي كيف ما شفتوا، هذا الصفر والبيض مسلوق ضروري، هذه هي الوجبة الضرورية. وخا هكا كنخلي ليهم الزوان والميلانج ديالهم لان الذكر تا هو كيبغي ياكل. والبيض مسلوق كنخلي بالقشرة ديالو، هو في الايام الاولى 3 ايام الاولى من الاحسن يكون غير صفر، من الاحسن يكون غير صفر لانه كيكون رطب عليهم، كيكون رطب باش ما حنش الوليدات. كيف ما كتشوفوا هي الانثى واخا غير قفص واحد، هي خرجت تبارك الله اربعه ديال الفراخ. قبل ما تخرج هاد الربعه ديال الفراخ كنت بقى حابساها في القفص، وجمعت العش وبيضات ثلاثه البيضات. ملي شفت ثلاثه البيضات دخلت لها الذكر، حيت هذوك البيضات نهار دخلت ليها الذكر نهار بيضات، يعني قبل ما تلقح بيضات. قلت صافي خلي لي هذاك البيض ديالها، ولكن هي كتعرف الانثى كتعرف ان البيض اللي ملقح واللي ما ملقحش، هزات البيضه ولا حتى ولات كل نهار كتبيض، كل نهار كتبيض بيضه حتى جمعت البيض ديالها. ها
ربعة وجلست عليهم. المهم هذا هو القنب اللي كندير ليهم، كنشريه ديال الكيلو 20 درهم الكيلو، كنقطعو طريفات كنحطو عليه. كيف ما قلت لكم الاخر راه صعيب عليهم كيجرحهم. كنغطي هذاك العشب داك الزويف الابيض وكنخليها قارقة، والذكر كيكون معاها ما كيبقاش يغرد، كيحبس التغريد. ملي كيحبس التغريد الذكر كيولي هو يوكل، لكن بعض الذكور اللي ما كيوكلوش الاناث بحال هذا الذكر عندي ما كيوكلش الانثى، كتنوض راسها تاكل وترجع للبيض ديالها. الا شفتو من بعد التفريخ الذكر هو اللي كيوكل وكيجيبو الانثى ما كتنوضش على الوليدات، فمن الاحسن انكم تهزوا داك الذكر وتحيدوه من عند الانثى، لانها كتعلم العجز وكتبقى ناعسة عليهم كتخنقهم. من الاحسن انكم تحيدوا ليها الذكر الا شفتوه هو اللي كيخدمها، اما انا عندي هاد الذكر ما كيخدمهاش، كياكل بوحدو ما كيعقلش عليها. هذا الشيء علاش انا كنأكد اللي عندها ذكر خدوم بحال كاين بزاف الذكور اللي هما اللي كيوكلوا على الانثى. الانثى لا ناضت هو كيجلس في البيض في المكان ديالها. فمن الاحسن انا كنصحكم وكنعاود نصحكم، من الاحسن انكم ما تخليوش الذكر في القفص، خليها هي تنوض توكلهم وترجع صافي. من بعد 4 ايام ولا 5 ايام فقط تعطيهم البيض كامل، البيضه كامل تسلقوها وتقطعوها على جوج وتحطوها عليهم بالقشره بكل شيء ليهم. من الاحسن ياكلوا الصفر البيض، كيجيو متعودين عليه، ماشي بحال اللي كتبقى تعطيهم غير الصفر، ها كتعطيهم البيض كدار. من الاحسن من الاول. صافي. من بعد من كي الوليدات كيخرجوا كيكبروا شي شويه ما تهزوهمش وتباقيهم، لانها غتهزهم وغتلوحهم من العش. نوريكم القفص الاخر، ها هو القفص الاخر تا هو حطيت فيه كل شيء، حطيت فيه الطيور ديال العصفور، حطيت فيه القماتشو، وحطيت فيه الكنار الاخضر. انا من عشاق الكنار الاخضر البلدي، كيعجبني ولان هذا هو الاصل في الكنار. هاد الكنار الاخضر هو عاس على الزوجه ديالو في العش ديالها، ما كيخلي حتى شي واحد يدخل ليا. سبحان الله، هادشي ديال الطيور سبحان الله، واحد المحنة ما كاينه زعما في البشر الا من رحم ربي. المهم ها هما، هذا القفص كبير كندير ليهم العشاش، وهما كيعزلوا الزواج اللي بغاوهم، ماشي بحال في القفص انت كتختار الذكر لواحد الانثى باش تخرج الطفرات كيف ما بغيتي. انا ما كيهمونيش الطفرات، انا كيعجبني هذاك التغريد ديالهم، هذاك الصوت ديالهم يكون في الدار، والصفار ديال العصفور رائع تبارك الله ما شاء الله. كنخليهم كيتزاوجوا وكيجيبوا لي شي ميسو، سبحان الله سبحان الله، ميسو ديالهم ديال بين العصفور والكنار رائع، وبين كاماتشو كنار حتى هو رائع. المهم كل شيء الهجين ديال الكنار كيكون عنده واحد الصوت ما شاء الله. صافي كنخليهم هنا، راه محيده لهم العشاش. ان شاء الله هاد السيمانه غنردهم، كنتسناهم يهيجوا مزيان ونرد لهم العشاش ونحط لهم مواد التعشيش. المهم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد اللايك وتبعوا الفيديو حتى الاخر، وشكرا.